جماعة في بعض التشارتات هنا اللي تطلع الآن قدام عيوننا ناس كثير مش منتبهين لها هذه هنا في الواقع بعض أهم الاتشاتات اللي لازم الواحد يراقبها الآن لأنه هذا هنا يعطينا تلميح عن إيش الحركة الكبيرة القادمة مش فقط للبيتكوين ولكن كمان في الأسواق التقليدية فجماعة تأكدوا أن تضلوا معي هنا من البداية إلى النهاية راح أوريكم هذه الاتشارتات وإيش معناها وكيف ممكن تجهز لها والأهم كيف تقدر تحصل على أموال منها مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وعلى اليكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناه اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الان طيب جماعة خلنا نبدأ هنا الآن على فريم الأربع ساعات واللي نقدر نشوفه هنا إنه البيتكوين لسه الآن قاعد يحصل على رفض من عند خط المقاومة المهم هذا هنا الخط البني عند ألف دولار ولكن اللي نقدر كمان نشوفه إنه إحنا الآن نحصل على خط تريند لاين هنا هابط بشكل واضح جدا فهذا هنا شيء لازم الواحد يكون منتبه له الآن إذا قدرنا إنه إحنا نكسر هذا التريند لاين الهابط فهذا أكيد شيء جيد ربما ممكن نحصل على ارتفاع هنا أو محاولة أخرى علشان نعيد اختبار هذا المستوى هنا مرة أخرى ولكن جماعة توقعي حاليا لسه زي ما هو لسه اعتقد انه ممكن نشوف مستويات منخفضة من هنا وفي هذه النقطة 26500 دولار راح اجمع بيتكوين زي ما انتم عارفين وكمان ممكن نجمع هنا في الاسفل عند الخط البني عند 24400 دولار فهذا هو لسه توقعي اعتقد انه احنا راح نحصل هنا على فترة استراحة راح نحصل على شوية تماسك هنا خلونا نقول يعني في هذا النطاق الى ان نطلع في النهاية الى هذا المستوى ونعيد اختباره ونكسره في النهاية للاعلى فلكل شخص مستني انه احنا هنا نكسر هذا الخط البني في الايام القليله القادمه، ما اعتقد انه هذا راح يحصل ولكن في النهايه اكيد راح يحصل هذا الشيء ولكن التوقيت الان مش مناسب وهذا الشيء انتم اوريدي عارفينه وهذا هو توقعي من اول ما بدانا نكسر هذا الخط البرتقالي العريض، قلت انه يا جماعه خليكم منتبهين ممكن نحصل هنا على ارتفاع اخير للاعلى ولكن راح ينتهي هنا عند حافه الخط البني تبعي وهذا بالفعل اللي حصل هنا. طيب هذه التقلبات الان هنا لسه تعتبر يعني جيده، البوتات طبعا تؤدي اداء رائع حاليا في هذه الاوضاع، لسه قاعدين نحصل على اموال، ولكن من ناحيه الصفقات المباشره فراح اكون حذر هنا من الدخول في صفقات لونج في هذا الوضع، ولكن هنا عندنا خط الدام عند 26400 دولار وبعدها الخط البني هنا عند 24300 دولار، هذه هنا اكثر مستويات انا اراقبها الان حاليا وراح اجمع فيها. طيب بنظر هنا على الفريم اليومي انتم عارفين انه احنا اتكلمنا عن خط الترند لاين هذا هنا في الاعلى وبالفعل حصلنا على رفض واضح هنا من عند هذا المستوى كمان على هذا الفريم اليومي امس فهذا هنا كمان شيء يدفع سعر البيتكوين حاليا للاسفل طيب وبالنسبه للاسواق التقليديه على نهايه امس لما كانت الاسواق التقليديه على وشك الاغلاق نشوف هنا انه حصلنا على شويه ارتداد وارتفاع هنا في الاسواق التقليديه فحركه السعر هذه هنا اقل شيء انها تعتبر بولش تقدر تشوفوا هذه الشمعه هنا تعتبر شمعه بولش جدا وهذه هنا الشمعة كمان فوق القمة السابقة هنا في الأسواق التقليدية، فالمستوى القادم هنا المهم في الأسواق التقليدية هو أكيد هذه المنطقة هنا، ولكن هذا هنا يا جماعة مستوى عايزينه إنه يمسك السعر، هذا المستوى هنا في الأسواق التقليدية مستوى مهم جدا، تكلمت عنه كمان أمس بأنه مش عايزين نقفل هنا تحت هذا الخط البرتقالي هنا في الأسواق التقليدية، وبالفعل قدرنا في نهاية اليوم في نهاية أمس إنه احنا نحصل على ارتفاع ونحصل على دعم قوي هنا من عند هذا المستوى، فهذا شيء جيد نشوفه هنا الآن في الأسواق التقليديه، وقبل يا جماعه ما نتكلم هنا عن بعض التشارتات المهمه اللي لازم الواحد يكون منتبه لها الان، بعطيكم تحديث سريع هنا عن البوتات، البوتات لسه ادائها رائع جدا حاليا، لا تحطوا في بالكم هذه البوتات التجريبيه هنا في الاعلى، هذه فقط مجرد بوتات انا اجربها الان في الايثيريوم ولكن بوتات البيتكوين حاليا الان هنا لسه بارباح جيده، فشيء واحد مش عايزين نشوفه هنا في البوتات زي ما انتم عارفين تكلمت عن هذا الشيء في السابق، وهو انه مش عايزين نشوف هبوط حاد او هبوط مستقيم زي كذا هذا هنا شيء كارثي للبوتات لانه ما راح يعطيها او ما راح يعطي هذه البوتات الفرصه علشان تاخذ الارباح من الارتدادات ولكن ان نشوف البيتكوين كذا يهبط بشكل مستقيم هذا طبعا شيء نادر جدا في العادة في الترند الهابط نشوف هنا كذا شوية ارتدادات هنا صغيرة شوية في اثناء الهبوط وهذه هي الظروف المثالية للبوتات ولكن جماعة راح نشوف راح نشوف كل الى الان كل شيء جيد واكيد جماعة اذا عايزين تنضموا الى البوت الرئيسي تبعي هنا فيوجد عندكم الاعدادات بالضبط موجودة في صندوق الوصف والشيء الوحيد اللي تحتاجه هو تحتاج فقط حساب في الاوكي اكس تقدر تحصل على هذا الحساب عن طريق التسجيل في منصة الاوكي اكس عن طريق الرابط الموجود تحت في صندوق الوصف هنا وتقدر تحصل على بونص يصل الى 50000 طبعا هذا هنا بونص آه لفترة محدودة اذا استخدمت هذا الرابط هنا ولما يكون عندك خلاص حساب في الاوكي اكس فتقدر هنا تنزل الى الاسفل وفي عندك هذا الرابط هنا موجود في اعدادات البوت بالضبط موجوده عن طريق ضغطه زر واحده من هذا الرابط هنا اضغط على هذا الرابط لما يكون اوريدي عندك حساب في الاوكي اكس وتكون داخل في الحساب فبعدها تضغط على هذا الرابط وراح يعطيك الاعدادات بالضبط علشان تنشئ نفس البوت ولكن كمان جماعه تاكدوا انكم تشوفوا الفيديو تبعي هنا بخصوص البوتات علشان تعرفوا كل شيء بخصوص المخاطر وايش هي الاشياء اللي لازم تعرفها علشان تدخل ارباح من هذه البوتات طيب الان هنا بعض التشارتات المهمه جدا اللي لازم الواحد يراقبها الان وهي تشارتات الكريدت ديفولت سوابس للبنوك الكبيره لانه هذه الازمه المصرفيه لسه لم تنتهي طيب فهذا التشارت الان اللي نشوفه هذا الكريدت ديفولت سواب لبنك تشارلز سواب طبعا هذا هنا بنك هائل وتقدر تشوفوا هنا انه هذا المؤشر ارتفع بشكل كبير مؤخرا وكمان الشيء الاهم وهو انه دوتش بانك هنا كمان الكريدت ديفولت سوابس ارتفعت من 100 الى 500 في وقت سريع جدا طيب وايش هو الكريدت ديفولت سوابس؟ طيب زي ما انتم عارفين يا جماعه احنا في العاده نتكلم عن السندات الحكوميه، السندات الحكوميه يعني ببساطه انت تعطي الحكومه الامريكيه تعطيها اموال، تعطيهم مثلا 100 دولار ويعطوك بوند، يعطوك سند، وبعدها تقدر تحصل هنا على عائدات سنويه من هذه البوندز، طيب فهذا شيء جيد مع الحكومة الأمريكية أكيد لأنه آمن ولكن كمان الشركات ممكن تصدر سندات في عندهم معدلات فائدة أعلى أكيد لأنهم يحتاجوا أموال فينشئوا بوندز ينشئوا سندات وعندهم عائدات سنوية أعلى ولكن ماذا إذا البنك سيفلس؟ خلونا نقول مثلا السيليكون بالي آه السيليكون بالي بنك فلس وانهار طيب ايش اللي حصل للناس اللي كانوا اخذين سندات من السيليكون فالي بانك طبعا انتهت بدون اي قيمه ببساطه كل شخص اشترى هذه البونز او السندات خسروا كل اموالهم طيب فايش ممكن تعمل في هذا الوضع تقدر اللي تقدر تعمله تقدر انك تصدر كريدت ديفولت سواب ببساطه هذا يعني كانه تامين ضد انهيار البنك وافلاسه وفي حال خسرت كل اموالك اللي استثمرتها في البونز وحقيقه انه هذه الكريدت ديفولت سوابس حاليا ترتفع بشكل جنوني هذا معناته انه السوق يعتقد انه في احتماليه كبيره بانه هذه البنوك الكبيره هنا ممكن تفلس نفس هذا هنا تقدروا تشوفوا هنا انه قاعد يرتفع بشكل جنوني بمعنى انه الناس قلقين جدا بخصوص السندات او البوندز تبعهم في الدوتشا بانك فيعني هم قلقين انه الدوتش بانك راح يفلس وانه البوندز او السندات اللي اشتروها من هذا البنك راح تكون بدون اي قيمه وراح يخسروا كل اموالهم فعشان كذا اخذوا هذه التامينات فهذه هي طريقه عمل هذا الشيء وحاليا الان السوق ببساطه يقول لنا انه شوفوا خليكم منتبهين بخصوص هذه البنوك وهذا شيء يا جماعه لازم نستمر بمتابعته لانه الازمه المصرفيه حاليا لسه بعيده من الانتهاء واذا شفتم الفيديو تبعي امس فمعناته انك شفت انه كميه السحوبات في البنوك اللي شفناها مؤخرا حاليا في نفس المستوى اللي شفناه في 2008 فلازم يا جماعه نكون حذرين هنا بخصوص هذا الشيء لازم نفهم انه احنا نعم ممكن نحصل هنا على هبوط هائل اخر هنا اذا حصلنا على حدث غير اعتيادي بسبب هذه البنوك واكيد تم صنع البيتكوين لهذا الشيء ولهذا السبب كمان الان نشوف عدد العناوين حاليا تزداد في البيتكوين تقدروا تشوفوا هنا انه عدد العناوين هنا الادريسز اللي تمتلك البيتكوين قاعده ترتفع حاليا بشكل كبير جدا في عام 2023 فهذا هنا يا جماعه شيء هائل طيب وليش البيتكوين ممكن انه يحصل هنا على هبوط على المدى القصير اذا حصلنا على استمرار في الازمه المصرفيه؟ هذا يا جماعه لانه اكيد الناس راح يبيعوا كل شيء عندهم علشان يشتروا احتياجاتهم الاساسيه من اجل الحياه اليوميه، فهذا شيء طبيعي، اذا شفنا انهيار هائل في آه، في النظام المصرفي راح تشوف البيتكوين يهبط ولكن بعدها البيتكوين لما الاوضاع تبدا بالاستقرار، البيتكوين راح يكون افضل المتغلبين، وطبعا انا ما اقول انه يعني هذه فكره سيئه انك تجمع البيتكوين الان ولكن انا فقط اقول انه إذا انهار النظام المصرفي فهذا هو اللي أتوقعه هنا للبيتكوين بأنه راح يحصل على تبني هائل من العامية وهذا هو اللي احنا عايزينه وهذا هنا يا جماعة يرسم صورة جيدة يعني أقل شيء أنه هذه هنا علامة جيدة وكمان أكيد أسهم هذه البنوك بالتحديد الدولجا بانك هبطت بنسبة 27% من تاريخ 8 مارس فكمان هذه الأسهم هنا تحصل على ضربة بسبب القلق من هذه الشركات طيب الآن هنا في عندنا الاسيت مانجرز مدراء الأصول والأموال الذكية ورأتكم هذا الشيء طبعا هذا التشارت قبل كم يوم كانوا هنا يضيفوا كميات كبيره للشورت تبعهم والى الان يستمروا كمان بزياده الشورت تبعهم فالاموال الذكيه هو مدراء الاصول حاليا يتوقعوا حصول شويه هبوط هنا فهذا هنا كمان يتوافق مع انه احنا نحصل هنا على رفض من عند هذا الخط البني تبعي وكمان نحصل هنا على رفض من عند خط الترند لاين هذا الخط الاحمر على الفريم اليومي وربما انه راح يكون هنا عندنا فرصه دسمه لشراء بعض البيتكوين عند 26400 دولار وكمان 24 1600 دولار كمان فهذا هو توقعي وهذا هو اللي راح اعمله في حال هبطنا الى هذه المستويات فانا راح اشتري واجمع البيتكوين واذا ما هبطنا الى هذا المستوى فاكيد ما عندي مشكله من ناحيه هذا الشيء لانه البوتات تبعي هنا لسه قاعده تحصل على هذه الارباح في اثناء الحركه الجانبيه داخل هذه النطاقات طيب جماعه هذا كل شيء عندي اليوم بالتوفيق للجميع واشوفكم في الفيديو القادم